البنات، لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غنشارك معكم طريقه زوينه ورائعه كيفاش ديروا الطاجين بالحوت. ها نتوما عندي نعي الحوت ديجا صايبتو، انا نعطيكم مقادير كيفاش درت ليه. هزيت البنات كاسرون وحطيت فيه شويه ديال زيت العود وشويه الحامض وشويه ديال الثومه ومعلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، وشويه الزعتر، وشويه ديال مطيشه الحك، وشويه الربيع البنات. وخلطت كل شيء ودرسوا الحوت البنات. هانتوما كتشوفوا هنا هزيت خيزو قطعتو، بطاطا قطعتو، والحامض ومطيشه، وعندي تما البصله حتى هو قطعتو، ودي تما الورقه ديال سيدنا موسى والزيتون. ودابا زينا داك الخيزو اللي قطعنا درناه هو الاول، ومن بعد البصله وبعد الحوت. دابا كملت الطاجين ديالنا، درت بطاطا ودرت ورق سيدنا موسى، الحامض والزيتون والربيع، الفلفله، مطيشه. البنات طفيت الطاجين ديالنا من بعد ما كمل ساعه. ها نتوما دابا طاب وريحته فنه وبنين. الطاجين ديالنا صافي وجد وطاب وطلع بنين وغزال. كنتمنى تعجبكم طريقتي البنات، وما تنساوش تخليو ليا راكم في التعليق وشي جيم وشي اشتراك. يلا بسلامه عليكم، تلاقاو في فيديو جديد.